حسم بعد نهاية دور المجموعات، ما هي أبرز وإيجابيات هذه البطولة حتى الآن؟ شوف، أول شيء ارتقاء بعض مستوى المنتخبات. يعني في بعض المنتخبات لأول مرة تشارك كان لها نوع من زي قرقستان، زي الهند، وفي أول لقاء فوز 4، يعني مفاجآت كانت. وفي بعض الفرق كنا نتوقع منها شيء وطلع العكس، زي تايلاند مثلا. يعني تايلاند كانت يعني ند قوي لبعض الفرق، أحرجت استراليا أكثر من مرة وهي تايلاند. فأنا أشوف بعض المنتخبات اللي شاركت يعني مستواها ارتفع، وهذا دليل الناس تعمل، وطالما انهم يعملون على تطوير الدوري عندهم في بلدانهم اكيد حينعكس على المنتخب. لان عندك دوري قوي حينعكس على وين؟ على المنتخب. المنتخب حنا مشكلتنا في راس الحربه، لان 8 اجانب، من وين اللاعبين السعوديين اللي يلعبون عشان تاخذ منهم؟ فهذه برضو مشكله، يعني هذه معضله كبيره. يعني يمكن قرار وقتي، لكن انت مقبل على مشاركه مهمه جدا اسيويه كل 4 سنوات. يعني خليت القرار هذا بعد ما نخلصها على الاقل. لا نتشعب كثير. الايجابيات والسلبيات اللي في البطوله. انا ايجابيات الفرق ما كنت اتوقع انها تخسر، خسرت مثل استراليا امام الاردن. هذه يعني ولا حد حط يمكن حوالي 5% فوز للاردن. صحيح. بعض المنتخبات تاهلت لاول مره دور ال 16 مثل عمان. البحرين برضو تأهلت. ففرق ما كنت تتوقع أنها ممكن تتأهل وتطلع من الأدوار الأولية تأهلت. هذه من الإيجابيات اللي طبعا أنا أعتبرها من وجهة نظري في بعض البلدان أنهم تطور اللي عندهم الدوري، والأداء والنسق والاحتراف تغير. اللي مش كويس في البطولة هو عدم الثبات لبعض المنتخبات على تشكيلات. انت لما تختار في بطولة مثل هذه عشان درجة الانسجام ترتفع عندك، مو بكل يوم لك تشكيلة. ولا نتكلم على منتخبنا، حتى بعض المنتخبات الثانية. فانت الان عامل تيك اوف من المباراة الاولى لين توصل نهائية، موزع مجهودك وحملك اللياقي لين توصل لاخر مباراة. من المفترض ان يكون عندك استقرار فني. كثير من المنتخبات كان عندها تدوير بين اللاعبين، ناس يقول إيجابي، بس أنا من وجهة نظري في بطولة هذه كم مباراة بتلعب الآن؟ 16 دور الثمانية، الأربع أربع مباريات حق كأس آسيا، وقبلها ثنتين ثلاث، هذه سبع مباريات. فترة الاستشفاء بين كل مباراة ومباراة ممتازة جدا، ما لك فيها عذر. أنت تحتاج 3 أيام فترة استشفاء، 72 ساعة تكفي بين المباراة الأولى والثانية. التنظيم الجدول ممتاز، انت تاخذ راحتك تماما بين كل مباراه ومباراه، اقل شيء 3 أيام. يعني ما عندك عذر انك ليش ما شارك باللاعبين، الا اذا صار اصابه يعني مجبر على الشيء هذا، طرد لاعب او تكتيك معين للفريق المنافس، زي ما تكلمت قبل شوي. يعني لا تخلي الفرق هم اللي يلعبون بتكتيكهم ويفرضونه عليك، انت افرض عليهم تكتيك. جميل. لان هذه امكانياتي.